سؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا دائما حيثما اتجهنا شرقا أو غربا، هل يسلم كي نحبه؟ هل يسلم كي نحبه؟ أم نحبه كي يسلم؟ هل يسلم كي نحبه؟ أم نحبه كي يسلم؟ لما تدعو إنسان إلى الإسلام، أو حتى لو لما تتمنى أن يسلم، هل هذا التمني عن محبة أم عن كراهية؟ دعوتك له للإسلام أو تمنيك له أن يسلم، هل يمكن أن يكون عن كراهية له؟ حتما سيكون عن حب. يعني أنت تعرف إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه هذا إذا ما أسلم شرك، يعني والشرك إلى النار. لا، أنا أشفق عليه، أحبه، هذا ابن جدي آدم، ابن عمي، كيف لا أنصحه؟ كيف لا أحب أن أدعوه إلى الجنة خوفا عليه من النار؟ إذا أنا أدعوه إلى الإسلام يعني أحبه. إذا كان العكس فلا تطمع أبدا أن تصل إلى قلبه. إذا كنت تكرهه وتدعوه إلى الإسلام، حتى لو لم تقل له إني أكرهك، يعني وجهك سينطق، لغة الجسد تقول أنت، يعني حتى لو لم تعبس، عيناك ستنطقان أنك لا تحبه. يا أخي، إن كنت تدعوه فعلا، إن كنت تتمنى له الإسلام، فأحبه أولا. شرط قبل أن تدعوه إلى الإسلام، شرط أن تحبه أولا. إذن يعني المطلوب منا كمسلمين، هذا صحيح، نحن مسلمون، أن نحب الجميع من غير استثناء، وأن نتمنى لهم من أجل ذلك الجنة، وأن نتمنى لهم الإسلام، وإلا لا أحد يفكر نهائيا أن يستطيع يقنع أحد. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي بعدد سكان، حوالي 250 مليون، أكبر بلد إسلامي بعدد السكان. كم عسكري مسلم دخلها حتى يسلم أهلها؟ ولا عسكر. تعرفون، كل الناس يعرفون قصة، بس بعض الحضارمة التجار من جنوب اليمن ذهبوا بأخلاقهم، بتسامحهم، بابتسامتهم، واحد ورا الثاني ورا الثالث، قارة، شبه قارة تقريبا إندونيسيا أسلمت كله، بس بالابتسامة والكلمة الحسنى والطيبة والمحبة. للأسف اليوم الصورة مختلفة، صار يعني الإسلام فعلا مدرسة الحب، لكن المسلمون مدرسة الكراهية. هذا هو الواقع الآن، نعلم أبناءنا منذ صغرهم الكراهية، كيف يكرهون؟ اكره حتى تكون مسلما، بدلا من أن نقول له أحب حتى تكون مسلما. هناك فرق كبيرة، مذاهب، مجموعات ما أعددها، تشترط أني أشهد أنني أكره فلان أو فلانة حتى أكون مسلما، وإذا لم تشهد بهذا فأنت لست مسلم. هكذا تنعكس الكراهية ما على أنفسنا وعلى أسرتنا، بل على من حولنا أيضا، على العالم كله، على علاقاتنا مع البشر. نخرج كارهين للحياة، وكارهين للأحياء، وكارهين للدنيا، وكارهين لكل الإنسان. وهذا نتيجة هذه المذاهب، ما نراه اليوم، هذا النفق المظلم الذي تدخل فيه الأمة العربية اليوم والإسلامية الحقيقة، ما هو إلا نتيجة مدرسة الكراهية التي أسسناها للأسف في هذا الدين الذي لم يعرف إلا المحبة، الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله ليكون رحمة للعالمين، رحمة ما نقمة للعالمين، الدين الذي أعلن الله سبحانه وتعالى في أكثر من حديث قدسي وفي غير أحاديث رحمته سبقت غضبه، رحمتي سبقت غضبي، نحن عملناها، لا، غضبي سبقت رحمتي. للأسف نحن نريد أن نبني مدرسة للحب، أن ندرب أنفسنا في مدرسة الحب. كيف ندرب أنفسنا في مدرسة الحب؟ كيف نستطيع أن نخرج محبين حقيقيين ما كارهين؟
ما نخرج حاقدين على البشرية والحاقدين على أنفسهم وحتى على أسرهم وعلى جيرانهم وعلى أبناء وطنهم. كيف نخرج محبين ودودين نستطيع بهم أن نغزو العالم؟ ما ينفعك لو ملكت الجيوش أن تغزو العالم. وقد قلت إن المسلمين ما غزوا إندونيسيا بسيوفهم بل بابتسامتهم، غزوا قلوب الأندونيسيين بابتسامتهم وبمحبتهم وبإنسانيتهم. نحن عندما نتحدث عن الحب والمحبة لا تتصوروا أننا نتحدث عن شيء غريب عن الإسلام. الإسلام ممتلئ قرآنا حديثا تاريخا بعلاقات الإنسانية والمحبة والعفو والتسامح. لكن للأسف اليوم نستطيع أن نعد أيضا صفحات وصفحات وكتب من القسوة والوحشية والقتل والذبح وقطع الرؤوس. أين هو الإسلام؟ أين هو الإسلام؟ وكل واحد منهم وكل من هؤلاء يدعي أنه يطبق الإسلام بهذا. ويحكم وويح الإسلام منكم، ماذا جنيتم على الإسلام وماذا جنيتم على نصوص الإسلام؟ ماذا جنيتم على أخلاقية محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله حقا رحمة للعالمين؟ وهو الذي يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني متى نأخذ فقط بهالكلمات الأربع الخمس أنه كيف نستطيع أن نمارس المحبة، العلاقة الأخوية البشرية مع أخينا، مع أنفسنا؟